ساحة الاستقلال بمدينة أبشة حاضر إقليم ودعي تشهد حفل تنصيب الحاكم الجديد لإقليم ودعي، كما تشهد مدينة مسكورية حاضر إقليم حجر لميس حفل تنصيب لحاكم جديد. وزيرة المرأة والأسرة والتضامن الوطني تلتقي بممثلات مختلف الجمعيات النسائية بهدف التشاور معهن للمساهمة في نشر ثقافة السلام. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية هذه نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم، ولنا ضيف النشر لهذا المساء سيد زكريا محمد صالح نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ وعضو برلماني بالجمعية الوطنية، ونناقش معه بعد لحظات حول الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد من سياسية واجتماعية واقتصادية. أهلا بك كضيف نشر لهذا المساء. أنهى المشاركون في أعمال السمينار السنوي الأول لوزارة المالية والميزانية الجلسة الختامية رأس وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صابر فضل بحضور مسؤولي الوزارة وممثلين عن الأقاليم. تقرير الحسين النور. 48 ساعة من عمر السمينار السنوي الأول لوزارة المالية والميزانية كانت كفيلة لتوحيد العمل وتنسيق جميع الإدارات التابعة لوزارة المالية من عجل تحقيق أهدافها المرسومة، وهي تأمين الدخل العام في الخزينة العامة للدولة. المشاركون من جميع القطاعات التابعة لوزارة المالية بعد يومين من المناقشات خلصوا بتوصيات تتضمن إلى ضرورة تنظيم مثل هذا السيمينار في كل سنة على الأقل، وكذا تقوية كفاءة العاملين في الجانب المالي وتوفير البيئة العملية المناسبة لهم. أما وزير المالية والميزانية في خطابه المطول لاختتام أعمال السمينار السنوي الأول قال إن الوزارة لأول مرة تجمع جميع مسؤولي الإدارات التابعة لها في عام واحد من عجل وضع آلية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجهها الوزارة، لذا طلب منهم تطبيق التعليمات التي تلقوها في السمينار من عجل تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضبط الدخل العام للدولة. مشينا مع رئيس الجمهورية دورة نسوي جهودنا سوا، كان الفينانس بس ماشي عديل، سيرفيس أنا إتا آخرين كله يمشي عديل، الفينانس كان ما ماشي عديل في الكل، لا كره يغرفه قال كل ما في في هوبيتال دواء يداو فوق الناس كل ما في شارك عن طلب شغل بعض دروفه ما في دار دا بروز جاي كان جوز أنا نسونا جو بروز جاي وبروز أنا سال بلومو يسوق في تريزور وحكومة يصرفا لشعب دا مزولي أنا هنا كله. كما شكر عبد الله صابر فضل جميع حكام الأقاليم الذين شاركوا معهم في السمينار السنوي الأول لوزارة المالية والميزانية. شهد ساحة الاستقلال بمدينة أبشة حاضر إقليم وداي حفل تنصيب الحاكم الجديد لإقليم وداي آدم فورتي أحمد، والمناسبة رأسها وزير إدارة الأراضي الأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشير بحضور عدد من المسؤولين وأعيان المنطقة. محمد حسن آدم. شهد ميدان الاستقلال بمدينة أبشة حاضرة إقليم وداي حفل التسليم والتسلم بين الحاكم السابق محمد بشير أوكرومي والحاكم الجديد آدم فورتي أحمد، وذلك بحضور وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر إلى جانب الإداريين والسلطات العسكرية والتقليدية بالإقليم. الحاكم السابق في كلمته بهذه المناسبة سرد الإنجازات التي حققها خلال فترة إدارته للإقليم والتي استمرت لمدة 18 شهرا. وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر طلب من الحاكم الجديد تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل لرفع التحديات التي تعيق سير التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. حاكم إقليم وداي آدم فورتي أحمد من جهته شكر رئيس الجهود
الجمهورية على الثقة التي أولاها إياه، كما طلب من الإداريين وسكان الإقليم الوقوف معه من أجل إنجاح المهمة التي أكلت إليه. هذا واقتتمت المناسبة بالتوقيع على محضر التسليم والتسلم ما بين الحاكم السابق والجديد فورتي أحمد تحت إشراف الوزير أحمد محمد باشر. كما شهدت مدينة مسكوري حاضنة إقليم حجر لميث حفل تنصيب الحاكم الجديد للإقليم أبو بكر جبريل أبو بكر من قبل الأمين العام لإدارة الأراضي الأمن العام وإدارة الحكم المحلي للمرة الثانية مع محمد حسن آدم. نصب الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي طاهر ألي حسن الحاكم الجديد لإقليم حجر لميس أبو بكر جبريل أبو بكر، والذي تم تعيينه بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 12 من يناير الماضي، وذلك خلفا للحاكم السابق علي آدم عبد الله. بدأت المداخلات بكلمة الحاكم السابق علي آدم عبد الله الذي قدم سردا للإنجازات الأعمال التي تم تنفيذها، وطلب من معاونيه متابعة نفس النمط مع الحاكم الجديد لإكمال ما تبقى تنفيذه من أجل تحقيق البرامج والمشاريع الإنمائية بالإقليم. الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي طاهر ألي حسن في كلمته التنصيبية شدد على ضرورة بسط سلطة الدولة والسهر على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. حاكم إقليم حجر لميس أبو بكر جبريل أبو بكر أكد هو الآخر بذل المزيد من العمل من أجل رفع التحديات. أوجه شكر الخاص لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي ابنو الذي وضع الثقة بي وعينني حاكما لإقليم حجر لميس. فالزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني عامة ولهذا الإقليم خاصة، ولهذا ستولي الحكومة هذا المجال اهتمامها وستحرص على حفر الآبار وإنشاء خزانات المياه وتوفير الجرارات والمهاريس والأدوية حتى يصبح هذا الإقليم متطورا بزراعته ويتطور هذا. وفي نهاية المناسبة وقع كل من الحاكم السابق والجديد على مهدر تسليم المهام، كما أكد الأمين العام طاهر ألي حسن لقاء عمل مع الإداريين والسلطات العسكرية والتقليدية وحثهم على التحلي بروح المسؤولية والتسيير الأمثل للمهام التي أوكلت إليهم مع النزاهة والشفافية والحكم الرشيد. التقت وزيرة المرأة والأسرة والتضامن الوطني مع ممثلات مختلف الجمعيات النسائية، وذلك بهدف التشاور معهن للمساهمة في نشر ثقافة السلام. المناسبة كانت بحضور أمينة الدولة في الخارجية وأمينة الدولة في التربية وترقية المواطنة عائشة أحمد جين. التأثر بقضايا الوطن الراهنة، هكذا هي تعابير ملامح وجوه هؤلاء النسوة اللائي يمثلن الجمعيات النسائية في اللقاء الذي جمعهما وزيرة المرأة والأسرة والتضامن الوطني للتحدث والتشاور حول أهمية الأمن والسلام والتصدي للأفكار الهدامة والتخريبية والتي بادرت بها بعض جمعيات المجتمع المدني تزامنا مع الوضع الاقتصادي الراهن. وزيرة المرأة والأسرة والتضامن الوطني أمينة كوجانا أشارت بأن المرأة تعد المستشارة الأولى في بناء الأسرة وتكوين أفراد المجتمع، لذا يجب عليهن كأمهات ومسؤولات في الدولة الوقوف بجانب الحكومة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وحث الأبناء على حب الوطن والحفاظ على ممتلكاته. كما تداخلت كل من أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة وأمينة الدولة في الشؤون الخارجية، حيث تناولنا دور المرأة في نشر السلام في أوساط المجتمع وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي. واختتمت المناسبة بمداخلات ووصايا من قبل ممثلات الجمعيات النسائية والتي تنصب في صالح مكافحة الأفكار السلبية التي تعيق التنمية بالبلاد. مشاهدينا، كما ذكرنا في بداية النشرة، ضيفنا لهذه الأمسية الأمين العام نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ زكريا محمد صالح، نرحب بك للمرة الثانية. في هذه الأيام نرى هناك مثلا تجاذبات بين الحكومة والنقابات العمالية المركزية فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة. أنتم كحزب حاكم وهو حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، ما هي قراءتكم لما يجري الآن على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ شكرا جزيلا.
خير. نحن طبعا كحزب نعيش عن قرب هذه المشاكل التي الآن تعيشها البلاد، وكحزب عندنا أقربية رئاسية متواجدة، ناشدنا الأطراف خاصة النقابة، جمعية النقابة، الجلوس مع الحكومة والتفاهم والتفاخر في حل المشاكل الآن الموجودة، وما في داعي عشان في مؤسسات رسمية مؤسسة يجب أن تعطل في الوقت الحالي هو التعليم والصحة، ولهذا علينا أن نتحاور ونتقارب حتى نجد حلول لهذه المشاكل. أما إذا كان كل واحد يجيب موقفه وموقف السندقاء النقابة وموقف شيخهم، ونحن ناشدناهم بعدة الطرق، خليه يجلسوا مع الحكومة ويتفاهموا، لأن الحكومة هذه هي عندها قانون وقانون موجود وعلينا كلنا احترامه. فلهذا إذا أردنا هناك في مشكلة في بلدنا موجودة، التفاهم بيناتنا والجلوس والنقاش لحل هذه المشاكل هو هذا الحل الأسمى والأجمل لكل مشكلة لها. طيب يعني كحزب حاكم مثلا، ما هو موقفكم تجاه ما تشهد الساحة الآن لا سيما في القرارات التي اتخذت من قبل الحكومة؟ الحكومة هي اتخذت هذه القرار بناء على المصلحة العامة، هذا حسب رأينا هنا كحزب وحسب سيادة رئيس الجمهورية. المصلحة العامة تتحتم وواضح، كل الناس تشهد الآن النكسة الاقتصادية العالمية، ليس الاتشاد وحدها، العالم كله الآن بعيش في نكسة اقتصادية. تشاد من ضمن الدول المغلقة المحاطة بست دول مشتعلة كلها، تشاد ما عندها ميناء، تشاد ما عندها سكة حديد، تشاد ما عندها مد طيران عشان يجيب لها اقتصاد، اقتصاد تشاد اقتصاد ضعيف، تعرض لنكسة اقتصادية عالمية، والحكومة الآن تبحث لحلول. فعلينا الجلوس والتحاور حتى نفهم كيف الطريقة، نطلب كلنا يد بيد، مش عشان أنا نرفض وذاك يوافق، لا نقبل نحن كحزب حاكم وكأغلبية رئاسية متواجدين، لا يمكن أن نرضى أضرار لشعبنا وحكومتنا. إذا كان عارفينها ما عندها حالة ممكن نتكلم، لكن دايرين نخلي الإخوة في نقابة العمال يجلسوا مع الحكومة يجيبوا اقتراحات يتحاوروا بيناتهم، واستمرارية العمل هذا من شيم توجهاتنا ومن شيء توجهات مؤسس هذا الحزب وهو رئيس الدولة. ونحن مرينا بأزمات كثيرة ومتأكدين تماما أن نتخطى هذه الأزمة بشجاعة وبكل قدرة إن شاء الله. إذن هناك السيد الأمين نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للقناة، بعض الجمعيات المدنية التي تقول أنها تنتمي للحزب الحاكم تنتقد النقابات العمالية لما قاموا به، في اعتقادكم كحزب حاكم هل ما يقوم به الآن أو ما تقوم به النقابات العمالية هو حق مشروع؟ نقابة العمال في العالم كلها تطالب بحق العام، ولكن بتنظر الرؤية العالمية المتواجدة. الشيء اللي جاري الآن في العالم ما هو؟ هل كل العالم مرتاح ونحن فقط الوحيدين اللي كان ما عايشين كويس؟ نحن ننظر لبلدنا أول ننظر لبلدنا، ماذا كانت، كيف كنا في الماضي، وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة. علينا التشاور، علينا الحوار ما بيننا، علينا الإخراج كلنا يد بيد عشان نخرج بلدنا من النقابة. نعم هناك في نقابة من حقها أن تطالب بطرق، ولكن بطرق المشروعة، ليس بطريقة دعوة إلى المظاهرات، دعوة إلى التكسير، لا هذا مش حل. فالنقابة عليها مسألة التعليم، تضحية التعليم، تضحية المعلم دائما يضحي من أجل الطالب. كلنا أبنائنا الآن أكثر من 100,000 طالب الآن واقفين، من 100,000 مريض الآن واقفين، فليش أنا كان من القراتب وقصوا مني حاجة قليلة نوقف العمل؟ علينا نستمر ونتحاور مع الحكومة، إذا لقينا مخرج فنحن مع الحلول المعتدلة والسليمة، وعلى كل خلينا احترم عندنا دولة واحترام القانون واجب. نعم. طيب النقابات هي دائما تدعو للإضراب وتدعو إلى خدمات مبسطة، والكثير من الإدارات لا تقبل بخدمات مبسطة. في ما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني تنادي بضرورة الخروج و المظاهرات وما إلى ذلك، في اعتقادكم كحزب حاكم ويعيش هذه الأوضاع كما ذكرت في البداية يعيشها عن قرب،
أي من لهم الحق؟ النقابة التي تدعو الإضراب أم جمعيات المجتمع المدني التي تنادي بضرورة الخروج والمظاهرات؟ نحن كحزب نشوف الآن الحكومة تجاهد وتكافح تجاهد وتكافح من أجل حلحلة الوضع الانفجار الوضع الاقتصادي بأي شكل كان، ولهذا نحن ما خايفين من أي دور تقوم بها الحكومة اللي حلحلت هذا هذا المجال. أما الناس الذين يدعون إلى الإضراب جات عاشت هذا الجو، جات عاشت الحروب 40 عام، جات ما غريب علينا الناس الدول جات ليس أغنى من العراق وليس أغنى من ليبيا وليس أغنى من الدول الآن اللي خربت. أين اقتصادهم الآن؟ دول غنية الآن، الناس اللي بتدعي للخراب قبل وسائلة هذول الناس ما عندهم ما يقدم. وكل الناس الذين يدعون إلى الخراب كانوا جزء من هذا النظام وكانوا خدموا في هذا النظام، وعلى رأسهم كثير من رؤساء المعارضة. مثلا نديك مثلا الحبو كان وزير التربية والتعليم في الحكومة الآن الموجودة. نحن نتكلم عن جمعيات المجتمع المدني وليس الأحزاب السياسية سيد الأمين العام. في أيادي سياسية، في أيادي سياسية تحرك هذه الجمعيات. ولهذا نحن نقول لهم نناشد كل الناس، الإضراب والمظاهرات والتكثير ليس حل، الحل في الحوار والجلوس مع الحكومة لأكيد نلقى مخرج، والحكومة عندها الحلول التي تجد فيها المخرج. كلام جميل. مشاهدينا نعود مرة أخرى لضيف النشرة بعد قراءتنا لبعض الأخبار. نظمت الغرف التجارية الزراعية والصناعية حفل عشاء على شرف الوفد الذائر للبلاد الذي يقوده نائب رئيس مجموعة البنك العالمي مجبو هو محمود موسى الفيل. تحت شعار شراكة استراتيجية في خدمة التنمية بالقطاع الخاص، نظم حفل عشاء من قبل غرفة التجارة والصناعة الزراعة والمناجم والحرف اليدوية على شرف الوفد الزائر للبلاد من مجموعة البنك العالمي بقيادة نائب رئيس المجموعة والأمين المالي لها السيد جين دانغ هوا. وتهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات والمعلومات وكذا مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالقطاع الخاص في البلاد بغية إنعاش الاقتصاد الوطني وفتح فرص للمستثمرين التشاديين والأجانب. الرئيس المبلغ حان الـ IFC في دا يعني جيت دا لنا عنينا رجال الأمال يعني جاية مهمة، إذا كان جاء وناقشنا في المشاريع اللي قدمناهم وفي مساعدة هم وجوبوها علينا للحاجات اللي قدمناها في اللابيندي حان باريس دا يمشي على النجاح. وشي اللي عنينا انبسطنا عليها يعني خدمنا طول اليوم في الغرفة التجارية وفي حاجات الكثيرة الأنينة ما عندنا فوقها معلومات وقدمناها لها اليوم يعني أدانا الرد على طول. نائب رئيس المجموعة جندانغ هو في كلمته شكر أعضاء الغرفة التجارية على تنظيمهم لهذا اللقاء والذي يهدف إلى تطوير وتقدم الاقتصاد الوطني، مؤكدا في حديثه بأن المجموعة تسعى جاهدة في مساعدة القطاع الخاص في تشاد للتطوير والرقي بالجانب الاستثماري لأجل تحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال. ومما يشار إليه أن هذه الزيارة جاءت نتيجة للعلاقات القائمة بين البلاد مع عدد من الدول في العديد من المجالات. عقد رئيس الحركة الاشتراكية الأفريقية للحزب الديمقراطي عثمان موسى غانا حديثا صحفيا تطرق من خلاله إلى الدخول السياسي للعام 2018 وكذا التطرق إلى كافة الأوضاع التي تمر بها البلاد من سياسية وأمنية واقتصادية. نتابع. عندنا سنتين حسسنا الحزب وفي سنتين ده يعني عملنا شيء، عملنا نجاح كثير بعد الاكتيفيتي اللي حسسنا وادين ده يعني يوم 6 مايو سنة 2017 كوننا أول كونغري هنانا في منطقة الماسينيا شبلو هنا ريجو هنا شاريبا. نقولوا أننا يعني حزب سياسي وفي واجبنا الانتخابات الجايين ده كله كي لازم نشارك فيه. عندنا مشكلة عن الكريز وأسا الكريز وقف للبلد ده مرة واحد سي حكومة ما سنديكا بودو الهوار وعنينا نقوله يعني حكومة كله خليه ما بجيف والأكتر سنديكو كله
خلي أي واحد ما بقعد في مكانه. عشان شنو يا تقول يجيب زيب داقة شغل بقدر بيجيب عشان السيتياسيون ده يعني أدل ده السياسيون كل كان يدوروا يعني نجيبوا فكرة خلي نجيبوا فكرة أجيل ما فكرة أنا برجال الديالوج دارينا نقوله يعني كده فرصة خلينا نقولهم متعادلين كله كان حنا السوسيتي سيفيل كان حنا البوزيشن حنا الماجوريتي نقولهم ونشوفوا شغل الببقى في نقاشة والأخير ده يعني نلقوا شيء اللي يخلي البلد بمشي بتاعنا. بالعودة إلى ضيف النشرة النائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية القادة، لاحظنا خلال الأيام الماضية أن القادة الدينيين قدموا مقترح أو كمبادرة للقيام بوساطة ما بين النقابات العمالية المركزية والحكومية. هل رجال الدين يمكنهم تقريب وجهات النظر ما بين النقابة والحكومة؟ الآن نرى تجاذبات ما بين الحكومة والنقابة، الكل على في الأطراف. نحن كحزب نتقدم بشكر وتقدير لرجال الدين دائما اللي يقفوا في الدولة لأن هم عندهم خبرة بالمصائب التي حصلت في الدول ونشكرهم جدا للتعايش الديني الموجود في هذا البلد. ما في دولة الآن في العالم وفي أفريقيا خاصة بتعيش تعايش تسامح ديني إلا تشاء، والدور اللي بقوم برجال الدين نحن كحزب نشجعهم جدا ونقول لهم سيروا إلى هذا المكان لأن رجال الدين يصلون من أجل سلامة البلد، يتكاتفوا من أجل سلامة البلد، يقفوا مع رئيس الجمهورية في كل الميادين من أجل سلامة البلد وتنمية البلد. ولهذا العامل الدنيا عامل روحي يساعد ويساند في حلحلة المشاكل، وكلنا كشاهدين منتمين لأن فيها المسلم وفيها الكاثوليك والبروستات كلنا منتمين لهذه الجهات. ما دمنا ما هذه منتمين رجال الدين يلعبوا، أنا متأكد يلعبوا هذا الدور. والإنسان اللي ما يريد أن يجلس ويتفاهم إنسان نعتبره يكون خارج من القانون لأن هذه المؤسسة مؤسسة دينية. يعني في حال كيف يكون خارج عن القانون في الأمين العام؟ يعني في حال عدم جلوس الحوار يكون خارج عن القانون أو جلوس مع الحكومة؟ لا، في عدم في حالة رفض لجلوس الحوار أتخطر القانون. أنت تجلس تتحاور تجيب بديل تقول لي أنا أجيب لك هذا البديل تتحاور وتصل إلى حل، لكن تقطع الحد إما أنا يبقى وإما ما يبقى بلاش فهذا لا ما بيجيب حلول. لهذا نحن نتقدم بالشكر والتقدير لرجال الدين آباءنا وشيوخنا والله يوفقهم في هذا المجال ويدعونا من هذه القناة أن نتمنى لهم وندعوهم للدعوة لرفع جاد من المصائب ومن الخراب ومن الشتات ووحدتنا وخروج بلدنا في هذه الأزمة البسيطة. كلام جميل. يعني قبل عدة أشهر الحكومة قامت بمبادرة مثلا بفحص عن الشهادات لكافة الموظفين في الدولة. بعض الأحزاب رؤساء الأحزاب السياسية أو جمعيات المؤتمر المدني يقولون أن الحكومة تعرف هناك عدد من الموظفين أن شهاداتهم مدورة، الحكومة عليها يعني فصل هؤلاء من الوظيفة العامة بدل يعني المطالبة بكل الموظفين لفحص الشهادات. يعني كيف نوفق ما بين الاثنين معا؟ إذا كانت الحكومة تعرف مسبقا هناك أناس موظفون بشهادات مزورة وفي نفس الوقت تنادي بضرورة مثلا بالقيام بفحص الشهادات، ألا يعد ذلك تناقضا؟ والله كلام الجمعيات أنا ما بقدر أتأكد من صدقه ومن هو، لكن تأسست لجنة لجان فحص الشهادات ونحن صراحة شرفتنا هذه طريقة الحكومة وطبقت الآن في الجمعية الوطنية الأسامبلي ناسيونال فصل أكثر من 80 شخص لأن شهاداتهم مزورة. أيضا في المجال هذا نحن ناشدنا كحزب ناشدنا الحكومة الإسراع في الناس المزورين الزادوا هذا ويتكلموا بين 20 بين 6000 10000 10000 وهذا ايضا حل الموجود. المهم نحن ما بنرفض شيء حل موجود شيء بدور نقاش، ولكن الجلوس في البيوت والسعي بان اذا ما خلي الحكومه تقوم تفصل الناس دي وين هم من هم الناس؟ كلنا اللي قاعدين هدي كلنا عندنا أقرباء كلنا عندنا رجال أعمام كل إنسان يسمع الآن الصوت بتاعي ده عندهم ناس مخبينهم قاعدين، ليش نلوم الحكومة لوحدها؟ ما هو في ناس مساهمة في هذا الكلام. خلي طيب الحكومة هناك في وزارة خاصة وزارة الوظيفة عليها وزارة الوظيفة هناك جامعة اليمين عليها بفحص الشهادات قبل التوظيف الآن الشيء هذا ما حصل. أي بلد مرت بحروب التجاوزات هذه بتحصل. بلدنا كانت مرت
أتوب حروب. الحروب اللي مرت بها عاشت هذا الجو، الناس من أجل عاشت فتش أي تزيور بيجيوا داخل. ولكن الحكومة الآن البحث ما دام بدت ننطوها المجال لكي تخرج هذا المجال، لكن إما نوقف دراستنا في هذا الوقت ومرضانا في المستشفى، هل هذا حل هو الحل؟ طيب أنتم مثلا كحزب حاكم، ورئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة دخول العام الجديد 2018 وعد المواطنين بأن الانتخابات التشريعية ستنظم في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، هل يمكن لتشاد أن تنظم الانتخابات في وقتها المحدد؟ رئيس الجمهورية قال نحن أجلنا هذه الانتخابات لأن مرينا بأزمة اقتصادية، إن شاء الله 2018 نجري هذه الانتخابات. الآن البحث والحلول كل من أجل تحسين الاقتصاد حتى نستطيع إجراء عمل انتخابات نزيهة وكل فريدة بدون تدخل إنسان تاني، ونبشر الناس بأن البلد ماشي في تقدم. الآن شوفوا الاتصالات العالم في الخارج، كل تشاد الآن بقى الدولة في الخارج، ولكن الأزمات التي تمر فيها الداخلية ما تعيق لنا حركة التنمية القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. وعارفين متأكدين أن في نهاية 2018 سنخرج من هذه الأزمة. كلام جميل. أنت ذكرت قبل قليل، قلت الخروج في المظاهرات والمسيرات التي تنادي بها بعض جمعيات المجتمع المدني أو بعض الأحزاب التي وصفتها بأنها أحزاب تريد الدمار والخراب، هذا ليس حل. طيب ما هو الحل كحزب حاكم تقترحونه أو تقدمونه للحكومة وللنقابات معا من أجل الوصول إلى صيغة مرضية ترضي جميع الأطراف؟ الحل الجلوس والتفاهم. الحكومة تقدم اقتراحها، النقابة تقدم عندها اقتراح تقدم، ويصلوا إلى حاجة يخلوا الدولة تستمر. السعي إلى البلبلة، السعي إلى الخراب، السعي إلى الدمار، السعي إلى المظاهرات التي تؤدي إلى خراب البلد، نحن كحزب ليس فقط. ومن هذا المكان نحن بنناشد كل تشدي، لأن كل تشدي خلي جات مرت بمراحل، ومرتنا من هذه المراحل بقدرة وبكفاءة وبذكاء رئيس الجمهورية، خليه يساعد رئيس الجمهورية لحل هذه المشاكل. مرينا بأزمات وبالتالي ما نرجع حركة وراء، ويشوف العالم المحيط بنا، ليبيا من الشمال، أفريقيا الوسطى من الجنوب، نيجيريا من الغرب، النيجر ونيجيريا كلها مشاكل. فهل بدور نرجع من أجل إذا كان فيها مشاكل هل في رواتب؟ ما فيش رواتب. نحن نقعد ونتحاور ونعدل بلدنا، وكلما حسن الاقتصاد كلما زادت رواتبنا، وكلما أساء الاقتصاد كلما نقصت رواتبنا، ولكن نعيش الأمن فيها التنمية، الأمن فيها السلام، الأمن فيها كل شيء. أما المظاهرات تخرب ولا تنتج شيء، ونحن كحزب نناشد كل تشاهدين بصفة عامة والمناضلين مثل الحركة الوطنية بصفة خاصة أن إدريس ديبي قادر يخرجهم من هذه الأزمة، ويناشد الأبناء الآن الواقفين من الدراسة والمواردين كلهم سيذهبوا للمستشفى، والبسي الشيء هو يلاقي نفسه. كلام جميل. شكرا سيد ذكريا محمد صالح، نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية إنقاذ وعضو بالجمعية الوطنية، لاستضافتك لهذه الأمسية والتوضيح رؤية الحزب الحاكم وهو حزب الحركة الوطنية إنقاذ لما يحدث الآن على الساحة التشريعية. قام صباح اليوم النائب الأول لعمدة بلدية جمينة تجاني عبد الرحمن نورين بزيارة تفقدية لجسر ذي الاتجاهين الواقع بالدائرة السابعة، وتهدف زيارة العمدة إلى الوقوف على ترميمات الجسر من قبل تجمع كروال الكنسي، حيث العمدة قدم شكره باسم عمدة بلدية جمينة وكافة العاملين بالبلدية شكره للتجمع. رأس عمدة الدائرة الثالثة سامي ميشو لقاء أعمال الدورة العارية الأولى لاعتماد ميزانية العام 2018، كان ذلك بحضور مستشاري البلدية ابتسام موسى عبد الله. جاء هذا اللقاء الذي جمع عمدة بلدية الدائرة الثالثة سامي ميشو ميشيل مع المستشارين بالبلدية في الدورة العادية الأولى لاعتماد ميزانية العام 2018 لبلدية الدائرة الثالثة. وبهذا الموضوع قال عمدة بلدية الدائرة الثالثة سامي ميشو ميشيل بأن الميزانية التسييرية في هذا العام شهدت تراجعا بنسبة 19.85% مقارنة مع ميزانية العام 2017، وذلك نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. بيجي بتاعت سنة تكون مع الدخل والسلفين تطلع ب 424 مليون 500 104 ألف و
و750 ريال. هي بتكون كيف 84,061,000 للانفستيسمان، يعني للمساعده للعدلين بتاع الكومين بتاعتها. البيجي هي شنو؟ هي جستيفيكاتيف عن الخدمه عن الكومين. بلا البيجي ده نادي ما يقدر يشتغل. أما المندوب الإداري لبلدية الدائرة الثالثة تاج الدين حسين طلب من المستشارين بالمجلس البلدية دراسة المشاريع المقدمة لعام 2018 وكذا تقديم مقترحات وتبادل الأفكار والآراء الهادفة التي تنصب في مصلحة البلدية لتسيير أنشطتها المختلفة في هذا العام. شهد قصر 15 من يناير انطلاقة أعمال مهرجان التراث للتراث والرقصات الشعبية الأول المنظم من قبل قناة النصر الفضائية. آدم حسن المكاوي. التراث المتأرجح بين الماضي والحاضر هو الموغل في حماسة هذه الحشود التي أبت نفوسها إلا وأن تنسجم مع فنونها وتراثها، فهكذا هي الشعوب. فمهرجان التراث للغناء والرقصات الشعبية الذي نظمته قناة النصر الفضائية تحت شعار فلنحافظ على تراثنا كان كفيلاً بأن يبسط وجه إرث الأجداد، وذلك باختزاله لغة واحدة حيث الحديث بلغة الثقافة والتراث. المهرجان نفث القبر عن تقاليد وثقافات أصبحت منسية كلعبة التمتم الشعبية التي جاء بأبرز روادها أمينة حرة التي قالت بأن لعبة التمتم الشعبية كانت في زمنهم الماضي بقصد الترفيه. كما خصص بالاحتفال عرض فيديو لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وهو يمارس بعض العادات والتقاليد الشعبية عبر عزفه للجيتار الشعبي وركوب الخيل والجمل. أبو بكر عبد الله بورغو رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر للنشر والإعلام في خطابه أبان بأن البلاد تمتاز بموقع جغرافي يتكون من ثقافات مختلفة، وأن قناة النصر دائماً كانت وما زالت مرجعية للتراث. الشعب تشاد شعب عنده كل الموروثات الثقافية الموجودة في العالم، سواء كان جنوب الزنوج أو نقدر نقول البيوت والعرب وإلى الآخر. على أي حال ثقافاتنا وتراثنا أن نجدنا حرة ما لحاجة، لأن يوم استقلال تشاد كان الرقصة التشادية في المقدمة، وكنت مصامر عد البرنامج بتاع الاستغلال اضطروا الممالك الثلاثة كانم وداي وباقرمي إن أبينا رضينا ركيزة التراث الشادي. الأمين العام النائب لوزارة الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والحرف اليدوية أثناء افتتاحه نشاطات المهرجان أفاد بالتالي: إن وزارة الثقافة تتمنى وتنتهي بمثل هذه المهرجانات التي تجسد دور الثقافة والتراث والفولكلور في نفوس الشعب التشادي ونشرها إلى الأرجاء المعمورة. إن الثقافة الإنسانية لها نطاق عالي، وإن التراث هو إرث أجدادنا لأنه يمدد التاريخ القديم ليربطه بالحديث. هذا وقد شهد الحفل تكريم وزير الإعلام الأسبق حسن سيلا بكري لما قدمه للإعلام التشادي في فترة عمله على رأس وزارة الإعلام. بعدها انطلق المهرجان وصار كفصل الربيع يرسم لوحة فنية مشرقة الألوان عنوانها التراث المكسو بالتقاليد والثقافات التي هي كنز لا يفنى. نظم مركز المنى الثقافي مؤتمر نقاش حول التعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين وعرس روح المحبة والتعايش السلمي. منى حسن سكايا. لا يختلف اثنان حول أن التعايش السلمي وحب الوطن بسمة ينتهجها جميع معتنقي الديانات السماوية سواء أكانت مسيحية أو يهودية أو إسلامية، وأن السبيل الوحيد لغرس روح المحبة بين معتنقي تلك الديانات يندرج تحت الحوار فيما بينهم. وعليه جاء هذا المؤتمر النقاشي الذي نظم من قبل مركز المنى الثقافي، حيث استمر النقاش زها ساعة ونصف ووزع إلى ثلاثة محاور رئيسية. فالمحور الأول الذي قدمه النائب البرلماني غالي غوتيغاتا
تمحور حول الاحتكاك وتبادل الأفكار والدعوة إلى التعايش السلمي بين جميع الديانات. أما المحور الثاني والثالث قدمهما مسؤول قسم اللغات بجامعة سان جوريف اللبنانية، والذي تناول فيهما أهمية التكاتف والتماسك بين الجميع. هذا وفي نهاية المؤتمر تداخل بعض الحضور بأسئلة واستفسارات جلها تمحور حول التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين وكيفية تبادل الأفكار السليمة. أصبح الجيب غلام الله عضوا لدى الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حيث عبر عن شعوره بمناسبة هذا المنصب وما تنتظره الكرة التالية. وشعوري أن أنا فرحان جدا ونعمل أي جهود، تعرف الخدمة بتاع جوري ديسبلينير ده هو بالنسبة لنا قانون، أنا الكرة وشيء مهم شديد، أنا تعرف هناك تمشي هناك خدمة كده مهمة في بالنسبة للقانون الكرة، تعلم كيف القانون يعملوه، كيف المباراة يكسبوها، كيف المباراة ما يكسبوها، وناخد كده خبرة، نقسم الخبرة هنا في تشات، هنا بلدنا اللوم الكرة هي بيد أصلا كده قانونية، في التريبينال الاربيترال دي سبور بيسموه زي المحكمة الأولى بتاع كرة القدم وبتاع الرياضة كاملة، أسسوا كده محكمة اليوم يسموها تريبينال اربيترال دي سبور كده. اليوم الكرة هي بقت الرياضة كده كافة كده بقت قانون، أصلا كده قانون، اليوم ما في بلد كده يعرف القانون يقدر يبقى من بلدان الكبار في الكرة، كان كده لازم نمشي هناك ونلقوا خبرة ونجيبوه هنا في بلدنا ونوزعوه في كل طول اللجان اللي هنا القاعدين، ونوقف الناس نوصوهم وندوم الفكرة ده اللي جيناه هناك ده، كان بلدنا كله تكون في المستوى عن البلدان الآخر. نبقى في الشأن الرياضي، وضمن تصفيات دور الجيش الوطني فقد التقى فريق الإدارة العامة للأمن وحماية مؤسسات الدولة GDC بنظيره القوات البرية. المباراة انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح فريق الإدارة العامة لحماية مؤسسات الدولة. عباس أبكر مصطفى. فريق القوات البرية المعروف باسم إيماتا مع خصمه فريق الإدارة العامة لأمن وخدمات مؤسسات الدولة المعروف اختصارا بDGCA في بطولة الدوري كرة القدم الأولى للجيش والوحدات الداعمة للجيش. مباراة اتسمت بحماس وتقدم الفريقان بهجمات متتالية أملا في التسجيل، ولكن ضاعت جميع المحاولات دون جدوى. وفي الدقائق الأخيرة من نهاية الشوط الأول تمكن لاعبو فريق DGC من تسجيل الهدف لصالح فريقهم. أما في الشوط الثاني للمباراة عاد فيه الفريقان بشجاعة أكثر من الأول، مما أدى إلى تعديل النتيجة من قبل لاعبو فريق القوات البرية. ولم يمض الكثير من الوقت حصل فريق الإدارة العامة على ضربة جزاء نفذها محاجم الفريق بنجاح، بذلك كانت النتيجة النهائية هدفين مقابل هدف لصالح فريق الإدارة العامة لأمن وخدمات مؤسسات الدولة. يوم ذاك برضو مليبنا وليس كتيب قديم، كتيب منذ كام وعشرين سنة، ونحن ناس جداد في شهر واحد قمنا، لأنه في الترنوزات وجاء في شهر دبه ورونا، ونحن قمنا طوالي جهزنا وليبنا مع البوليس وما نجح. حسبتنا الأسكر لأنهنا بينات لأنهنا الاثنين ليبنا كلنا جيش واحد ليبنا، لكن يعني نحن أنا فرحان جدا، حتى كان الدجيسي يمشي برضو أنا نسيبورتين للدجيسي عشان يدوك في الفينال. وتعتبر هذه الخسارة الثانية من نوعها لفريق القوات البرية في البطولة، وأول فوز لفريق DGCA بعد أن خسر في مباراته الأولى أمام فريق أسبوليس. بهذا الخبر الرياضي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.